بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة تاني يوم عيد الغطاس، أعياد قليلة لنعيد بها ثلاثة أيام زي عيد الصليب، لأنه الصليب بداية في الرحلة للقيامة، وأيضا الغطاس في المعمودية هي برضو رحلة للقيامة، موت وقيامة مع المسيح. فبنعيد في عيد الغطاس ثلاثة أيام، ثالث يوم اللي هيكون بكرة إن شاء الله بنعيد بعيد عرس قانا الجليل، يعني ثالث يوم عيد الغطاس، وفي نفس الوقت عيد سيدي صغير اللي هو عيد عرس قانا الجليل، اللي هو أول معجزة عملها السيد المسيح وأظهر بها لاهوت. بكرة القداس هيبقى من 8:30 ل 11. زي ما اتكلمنا في يوم في القداس بتاع عيد الغطاس أول امبارح بالليل، إنه ليه اتعمد السيد المسيح، وعرفنا كويس انه اتعمد علشان يجدد طبيعتنا، يغسل طبيعتنا ويقدسها، وايضا علشان يمسحها بالروح القدس، عشان تبقى طبيعتنا ممسوحه بالروح، تبقى مقدسه بالروح. حل عليها الروح القدس بهيئه حمامه، او اتمسح بالروح القدس زي ما قيل بعد كده. لكن فكرة انه حلول الروح القدس، طب ما هو ثابت في الروح القدس بلاهوته، الحلول ده كان لينا احنا لطبيعتنا احنا اللي هو واخدها في جسده. والنهاردة القراءات تاني يوم عيد الغطاس بيتكلم على فاعلية المعمودية في حياتنا، فاعلية المعمودية في حياتنا. بس قبل ما انقل على الموضوع بتاع النهاردة، عايز اقول لكم شوية اقوال جميلة قالها القديس كيرلس الكبير عن المعمودية، وعن ليه السيد المسيح دخل للمعمودية كممثل لينا وكحاملنا فيه علشان يقدسنا وعلشان يملانا بالروح القدس. بيقول: الذي هو في صورة الآب، ده القديس كيرلس الكبير، وشبهه والتعبير الواضح عن شخصه، والذي يشع ببهاء في مساواة معه، والذي هو بالطبيعة حر ونير ملكوته موضوع على كل الخليقة، هذا هو نفسه الذي اتخذ صورة عبد، أي صار إنسانا. وبعدين بيقول: كيف اعتمد ونال الروح أيضا؟ إنه لم يكن محتملا للمعمودية المقدسة، إذ هو كلي النقاوة وبلا عيب، وقدوس من قدوس، يعني ابن للآب القدوس، كما أنه لم يكن محتاجا للروح القدس، لأن الروح المنبثق من الآب هو معه ومساو له في الجوهر. طيب ليه تعمد؟ فبيقول: الله في محبته للإنسان زودنا بطريق للخلاص والحياة، لأننا بالإيمان بالآب والابن والروح القدس، وباعترفنا بهذا الإقرار أمام شهود كثيرين. اعترفنا ده قبل المعمودية، الشخص بيجحد الشيطان وبعدين بيعلن إيمانه بالمسيح، هو ده الاعتراف اللي سموه في الكتاب المقدس الاعتراف الحسن أو إقرار الإيمان ما قبل المعمودية. اعترفنا بهذا الإقرار أمام شهود كثيرين، فإننا نغسل كل وسخ الخطية ونغتني بالحصول على الروح القدس، ونصير شركاء الطبيعة الإلهية، وننال نعمة التبني. دي فعالية المعمودية اللي هنتكلم فيها النهاردة. بعدين بيقول ايه؟ بيقول: ويقول الانجيل، ده القديس كيرلس بيكمل، بيقول ان السماء قد انفتحت، زي ما لسه سامعين دلوقتي: من الان ترون السماوات مفتوحه وملائكه الله ينزلون يصعدون وينزلون على ابن الانسان. فتعليق القديس كيرلس بيقول ان السماء قد انفتحت كما لو كانت مغلقه طويلا، لأن الجمهور الذي فوق، يقصد الملائكة، والجمهور الذي تحت اللي هم البشر، قد صار الآن واحدا، وصار رئيس رعاه واحدا للكل اللي هو السيد المسيح. والسماء قد انفتحت، والإنسان على الأرض جعل قريبا من الملائكة القديسين، والروح أيضا نزل، إذ كبداية ثانية لجنسنا جاء الروح على المسيح أولا. دي بداية خلقة جديدة، عشان كده اللي بيتعمد في المسيح بيصير فيه خليقة جديدة. بداية ثانية لجنسنا
إذ كبداية ثانية لجنسنا جاء الروح على المسيح أولا وقد ناله السيد المسيح ليس لأجل نفسه بل لأجلنا، لأننا بواسطته بواسطة السيد المسيح وفيه في المسيح بثباتنا فيه نغتني بكل الأشياء. فإنه مناسب جدا لتدبير النعمة أن يحتمل معنا الأمور الخاصة بحالة الإنسان. وبعد كده بيعلق تعليق جميل بيقول وإذ كان يصلي حل الروح القدس عليه، يعني السيد المسيح لما تعمد وقف يصلي عشان واخدنا فيه علشان يعلمنا إن بالصلاة ينسكب الروح علينا. فبيقول نرفع أيادي مقدسة إلى الله الآب لكي ما يفتح السماء علينا نحن أيضا ويرسل علينا الروح القدس ولكي يقبلنا كأبناء، لأنه تحدث عن المسيح في وقت المعمودية كما لو كان قد قبل الإنسان بواسطته وفيه إلى البنوة قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ودي اتكلمنا عنها في وعظة عيد الغطاس، أنه كل واحد فينا دخل جرن المعمودية اتولد وطلع من جديد يسمع صوت الآب بشهادة لي هو هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، كما شهد عن السيد المسيح. كل واحد بقى في المسيح ياخد نعمة البنوة ويشهد له الآب قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. بعد كده يختم ويقول لكي يعطي المجد لنا نحن لأنه قد جعل باكورتنا والبكر وآدم الثاني. هو الباكورة هو المتقدم، هو البكر بين إخوة كثيرين، هو آدم الثاني اللي احنا فيه مخلوقين خليقة جديدة. لأننا قد خلعنا القدم الذي كان في آدم وقد حصلنا على الجدة أو الحياة الجديدة التي في المسيح. برضو زي ما كنا بنقول في عظة عيد الغطاس إنه هي آية الحقيقة نسيت أقولها في الوعظة بس أقولها لكم دلوقتي لأنها مهمة جدا. قالها ربنا يسوع في صلاته الوداعية في يوحنا 17، قال هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. وكنا بنقول في الوعظة بتاعت عيد الغطاس ان في ثلاث مستويات من المعرفه، في معرفه المعلومات وفي معرفه الخبره وفي معرفه الوحده. معرفتنا بالله التي تحيينا التي هي الحياه الابديه ليست مجرد معرفه المعلومات وليست مجرد ايضا معرفه الخبره زي حد انا عاشرته وتعاملت معاه، لكن هي معرفه الوحده، شركاء الطبيعة الإلهية، نصير واحدا فيه. عشان كده لو خدتوا بالكم النهاردة البولس كان من رسالة أفسس الإصحاح الأول، الإصحاح الأول ده متكرر فيه كلمة في المسيح 14 مرة. فيه نلنا التبني، فيه نلنا الخلاص، فيه نلنا الحياة. فيه معرفتنا بالله مش زي ما بعض الناس بتتصور معرفة مجرد إيمان أو فكر أو معلومات أو حتى خبرة تعامل، لكن معرفتنا بالله أصبحت معرفة شركة ووحدة وفيه ننال الحياة. عشان كده احنا لما بنتناول جسد ودمه احنا بنثبت فيه وهو فينا. هو لما جه يتكلم على جسد ودمه في يوحنا 6 قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. الحياة مش هتبقى فيكم، الحياة مش هتجيلكم بمجرد معلومات، الحياة هتجيلكم بالوحدة معايا، بالوحدة معايا، بالشركة معايا. وبعدين بسرعة كده نتكلم على فاعلية المعمودية في حياتنا. خمس حاجات نحاول نحفظهم على قدر إمكاننا. أول حاجة إن بالمعمودية يتم بها الخلاص، احنا بالمعمودية نخلص. قال كده من آمن واعتمد خلص، انه هيموت معايا ويحيا معايا وياخد الحياة مني، وهو بها الخلاص. انا الخلاص بالله، الخلاص هو الحياة الأبدية، الحياة الأبدية ناخدها
بالموت والقيامة بالمسيح. والنهاردة في البولس برضو في الـ في الـ في ده في الـ في عيد الغطاس اليوم الأول، قراءات اليوم الأول كان من تيتوس 3، بيقول بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. خلصنا بالغسل بتاع المعمودية، غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وفي بطرس الأولى النهاردة في قراءات اليوم الثاني النهاردة بيقول الذي فيه، كان بيتكلم على الفلك، خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي بالمعمودية، المعمودية بها يتم الخلاص. تاني حاجة ننال بها الميلاد الثاني من الماء والروح، نبقى مولودين من الله. السيد المسيح قالها لنيقوديموس أكثر من مرة، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، وإن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، ما يبقاش عضو في الملكوت. وبعدين في الحاجة الثالثة، يبقى بالمعمودية ننال الخلاص، بالمعمودية ننال الميلاد الثاني من فوق من الماء والروح، أيضا بالمعمودية ننال غسيل للخطايا وتطهير منها. حنانيا الرسول لما جه يعمد شاول الترسوسي قال له لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك، قم واعتمد واغسل خطاياك. في أفسس 5 يقول لكي، بيتكلم على المسيح والكنيسة، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. أو بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. أو في كورنثوس الأولى 6، صح كبير عن المعمودية وجميل قوي، رومية 6 وفي كورنثوس الأولى 6 يقول لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. بالمعمودية ننال غسيل للخطايا ومغفرة ليها. برضو أول عزة قالها القديس بطرس الرسول يوم 50 لما قالوا له طب نعمل إيه، بعد ما شرح لهم أنه كل الأنبياء تنبأوا عن السيد المسيح وعن حلول الروح القدس للبشرية، فقالوا له طب نعمل إيه؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. نمرة 4، يبقى المعمودية بها ننال الخلاص، بها ننال الميلاد الثاني، بها ننال غسيل الخطايا. نمرة 4، بالمعمودية بنموت وندفن ونقوم مع المسيح. والآية اللي احنا عارفينها كلها كلنا كولوسي 2 بتقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. أو في روميا 6 يقول كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، في الحياة الجديدة. والمعمودية دفن وقيامة في حياة جديدة لا يغلبها الموت. آخر حاجة إنه بالمعمودية نلبس المسيح وننضم لعضوية جسده. في غلاطية 3 يقول أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، دخلت جواه، يعني اللبس ده أنا جواه مش كده؟ بالمعمودية بننضم لعضوية جسد المسيح وبيبقى هو الستر بتاعنا، هو البهاء بتاعنا، هو البر بتاعنا، هو مغطينا من كل ناحية. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح في غلاطية 3:27. ويقول في كورنثوس الأولى 12 جميعنا اعتمدنا إلى جسد واحد، اعتمدنا إلى جسد واحد، دخلنا العضوية الجسد، بقينا أعضاء في جسد المسيح ونستحق أن يسكن فينا الروح القدس ونبقى أعضاء في المملكة ونبقى وارثين، لأن احنا بقينا فيه أبناء، بقينا في المسيح اللي هو ابن الله بالطبيعة والجوهر، بقينا فيه أبناء بالتبني، بقينا شركاء الطبيعة الإلهية، بقينا هيكل الروح القدس. المعمودية كمان هي انضمام لعضوية جسد المسيح، بها ننال الخلاص، بها نغتسل من خطايانا، بها نولد من فوق ونصير مولودين من الله، وبها هي بنموت ونقوم
مع المسيح، فبناخد فاعلية صليبه وقيامته، بناخد قوة الحياة الجديدة، وأيضا نلبس المسيح ونصير أعضاء في جسده. وبالوضع ده المعمودية تبقى حياة ممتدة، حياة في المسيح، حياة بنعيشها كل يوم، كل يوم نموت الشهوات الوحشة، كل يوم حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، محبة العالم، محبة المال، محبة المظاهر، محبة الكرامة الأرضية، كل ده يموت. واخدين قوة حياة نحيا لله، زي ما قالنا القديس بولس الرسول: احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا، الذي له كل المجد والكرامة إلى الأبد. هذا هو